بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنا ضيعنا جوج ديال النقاط مهمين في هذه المباراة. تنتحمل المسؤولية ديال الاختيارات لأن إكراه ديال المباريات، ثم خصنا نعطيو فرصة لبعض اللاعبين آخرين لأن التواجد ديالهم في الفريق لازم أننا نستعملوهم. تنظن بأن المباراة الإيقاع ديالها ما كانش جيد. تنعتذروا الجمهور ديالنا على المستوى اللي قدمنا، ارتكبنا بعض الأخطاء اللي خلات أن ما نتحكموش في المباراة. تنظن أن المباراة النتيجة ديالها تحولت من بعد الكرة اللي ضيعناها اللي اصطدمت بالعارضة وخرجت. فريق مولودية وجدة فهو بحث كذلك على أنه يسجل. تنظن بأن تحت لي فرصة. العموم حنا ما راضينش على هذه النتيجه، ما راضينش على العرض. نتمنى ان شاء الله ان في المباراه المقبله مع الترجي نكونوا افضل باش نجيبوا نتيجه اللي تخلينا اننا نحققوا التاهل في هذه المباراه هذه ان شاء الله. شكرا سي جمال. فاطمه صلاح. فرضوا طريقة اللعب ديالنا في جميع المباريات. ما كاينش شي مباراة رجعنا فيها للوراء. بالنسبة لي شخصيا الطريقة اللي تلعبوا بها دائما هي الطريقة اللي تلعبوا بها، غير النسق ديال المباراة هو تفرض عليك بعض المرات أن الخصم تيضغط عليك، وبالتالي لازم أنك تعرف كيفاش أنك تجيري هذاك الوقت، ثم من بعد أنك ترجع في المباراة. تنظن بأن هذه ماشي طريقة ديال اللعب ديالي وماشي طريقة اللعب ديالنا، لأن المباريات كاملة اللي لعبناهم ما كانش فيهم هذا الشيء. ربما أن اليوم نظرا للإكراهات اللي كاينة وعدم تواجد جميع اللاعبين خلات أن الفريق تبان بأنه رجع للوراء، ولكن احنا ماشي هذه الطريقة ديالنا وماشي هذه طريقة الرجاء باش حنا نديروها. فهمت. شكرا. شكرا سي جمال. طلال. طيف راديو مدينة استسلامي. بالنسبة ماشي النتيجة ديالي وهي النتائج ككل، أنا لا ألومك لأنك حاولتي بالمجموعة اللي كاينة ولعبتي وليدات صغار اللي قالوا الكلمة ديالهم. حتى النتيجة أنا ما كنلومكش لأن كنعتبرك من أحسن المدربين. كدير واحد الفريق كبير وفريق عظيم اللي هو الرجاء البيضاوي. أنا غير واحد النقطة، واش كاينة شي أمور خارجية شي امور خارجيه اللي كتحاول تحارب هذا الفريق اللي كيبقى من اعظم الفرق المغربيه ابا من ابا وكره من كره؟ انا بالنسبه لي تنجهز الفريق للمباريات اللي تنخوضوا. طبيعه الحال تنبحثوا على اننا نحققوا نتائج ايجابيه. الإكراهات الخارجة على النطاق الرياضي فاحنا ما تنتحكموش فيها، وبالتالي حنا تندخلوا المباراة تندافعوا على الحظوظ ديالنا في المباراة. ملي تيكونوا اللاعبين ديالنا كاملين حاضرين فحنا ما تنخشاو أي خصم وتنحققوا نتائج إيجابية. تنظن بأن كاين إكراهات ديال متوالي المباريات، كاين إكراهات ديال إصابة ديال بعض اللاعبين، وبالتالي تنضطروا أننا نغيروا التشكيلة من المباراة الأخرى. هذا هو المشكل اللي مطروح عندنا حاليا. أما احنا فاحنا تنافسوا على ثلاثة الواجهات لحد الآن، وبالتالي هذا شرف لنا. تنعتذروا اليوم لهذا النتيجة، ولكن تنوعدوا الجمهور ديالنا بأننا غنحققوا نتائج إيجابية إن شاء الله في المستقبل. حليمة. عندي جوج الأسئلة تجاه الإسلامي. السؤال الأول، في الجولة الأولى كان تغيير مبكر ديال تيميزو، شنو الخلفية ديال هذا التغيير؟ والسؤال الثاني، شنو تقييم التحكيم هذه المباراة؟ خصوصا من بعد واحد التسجيل صوتي الآن كلشي كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي، شنو الخلفية ديال هذا التسجيل وشنو تقييمك لتحكيم هذه المباراة؟ بالنسبة لي التغيير ديال معطي تميزه لانه ما دخلش في مباراه من الاول.
هذا اختيار ديالي وتغيير اللي قمت به، لان شفت بان المباراه صعبت علينا بعض الشيء، وبالتالي فضلت انني نغيره من بعد، ممكن نعطيه فرصه في اجواء افضل، وبالتالي الدخول ديال المتولي اعطانا توازن في خط الوسط. هذا هو اللي عندي ما نقول بالنسبه للمباراه. فاحنا حاولنا اننا نسجلوا، حاولنا تنظن بان كانوا اخطاء في التقديرات ديال 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 الحكم. احنا كنا نتمناو اننا نكونوا افضل، ولكن العموم النتيجه فهي نتيجه ماشي في التطلعات اللي كنا تنبحثوا عليها. واضح سي جمال، شكرا وناخذ الحكم. ما تسولش منذ قدومك الفريق غادي في واحد الخطه سعودي، لكن كاينه واحد الايادي خفيه اللي مشات يعني كتوشي فريق الرجاء البيضاوي باش يمشي للسيفيل، الوقت اللي ما توصلتش عن طريق التواصل الاجتماعي ويعني اغراض اخرى تلجات للاعبين ديال الفريق، ففي ظل هاد الاعطاب اللي مثلا كل ماتش غادي يتعطب لك واحد او جوج او بحال ثلاثه ولا حاجه، كيفاش غادير انت تتواجه وانت كتلعب على ثلاثه تواجه؟ انا بالنسبه ليا اللاعبين اللي كاينين متواجدين معنا تنحاولوا نخدموا نشتغلوا بهم. حنايا تنحبحتوا على التجانس في التشكيله، وتنحاولوا نقدموا افضل ما لدينا ونحققوا نتائج ايجابيه. مسائل اخرى فهي ما داخلاش في اختصاص ديالي. شكرا. تقلعوا عليك السي جمال شويه وخا. عمر مرحبا. عمر باقي ما سولش واخد يوسف. نهضر عمر. سي جمال السلامي، عندي غير كيسيون. غير الاخوان غير في اطار المباراه. في اطار المباراه، حيت هاد الزملاء خرجوا على اطار المباراه. لا غير بقى في المباراه. عندي دو كيسيون بريسيز بخصوص الكوتشينغ. اولا اليوم شفنا بدر بانون كوم كاسور، واش درب التدريب ديجا على السبوط ولا اليوم جا جمال السلامي يحاول يوظفو؟ شفنا ايضا سؤال ثاني بخصوص لا طونسيون اللي كانت في البونتوش في التحكيم، شفنا احتجاجات على غير العاده لا من السي جمال السلامي لا من السي سكري لا من بنك الاتحاد على التحكيم، واش اليوم الرجاء غتدخل في هذا الروزنامه ديال احتجاجات على التحكيم وسط المباريات؟ لانه اظن انه ماشي في صالحها، وانتم السي جمال السلامي يكون عندكم تعليق خاص. بالنسبة لبدر بانون والتوظيف ديالو في هذاك المركز، فحنا تكلمنا معاه فيه وناقشناه، داكشي علاش وظفناه في هذاك البوست، لأن محمد زريدة فهو لعب ثلاثة المباريات متابعين، ولاعب شاب ما عندوش تجربة، فخرجناه باش ندخلوا بدر بانون تماك باش نلقاو لاعب اللي عطينا الطريقة ديال اللعب ديالنا. خصنا لاعب اللي شدنا الكرة ويمررها. تنظن بأن بدر بانون أعطانا إضافة في هذاك المركز. المشكل ما كانش في بدر بانون، المشكل كان في أننا ارتكبنا أخطاء في الوقت اللي كنا تنتحكموا في المباراة، ترتكبوا أخطاء تتخلي مولودية وجدة ترجع في المباراة. تنظن بأن بطبيعة الحال كنا تنبحثوا باش ننتصروا، الحكم في بعض القرارات وبعض التقديرات ديالو تنظن بأن كانت مجانبة للصواب، وبالتالي هذا خلانا اننا نحتجوا، لان شفنا في المباريات اخرين تعرضنا لبعض الحالات التحكيميه اللي ما كانتش في الصالح ديالنا، اللي ضرات الفريق ديالنا، وبالتالي ما يمكنش اننا نبقاو ساكتين، ما يمكنش انك تقبل قرارات اللي تضر المصلحه ديالك وانت تتشوفها، وبالتالي هذا هو علاش كان انفعالات منا على التقديرات ديال الحكم. بسرعه في الوقت بسرعه. سؤال سي جمال، شنو رايك في اول مباراه ديال المكعازي؟ كيفاش كتشوف المباراه ديال ترجيح في التعادل اللي عرفتيه في السيمانه؟ محمد المكعازي لاعب اللي عنده مؤهلات، لاعب اللي جبناه باش يعطينا اضافه، متوقعين انه يعطينا اضافه ان شاء الله، وبالتالي المباراه ديال اليوم فهي ما يمكنش نحكموا عليه فيها، لان خصو الوقت باش يتأقلم مع طريقة اللعب ديالنا، وكذلك الضغط ديال المباريات ديال فريق الرجاء، وبالتالي لاعب اللي طلبنا منه أنه يلعب يبذل الجهد، وبالتالي التقييم ديالو فاحنا بالنسبة لنا لاعب إيجابي ممكن يعطينا إضافة إن شاء الله في المستقبل. مباراة ديال الترجيم مباراة مهمة بالنسبة لنا، أهم شيء دابا من بعد هذه المباراة هو أننا نديروا التقييم للحالة الصحية ديال اللاعبين، وبالتالي نجهزهم، لان عندنا سفر غدا
مع الثمانية وغادي نلعبوا يوم السبت، يعني ما عندناش وقت طويل، خاصنا نجهزوا اللاعبين ديالنا للمباراة ديال السبت اللي غتكون قوية وصعبة ان شاء الله. سي جمال شكرا.